إذا هذا الفيديو الثاني لنرى كيف نتعامل مع السونس، كيف نقرأ السونس. في الفيديو السابق قمنا بعمل هذا الأدابتر والليست فيو فقط، يعني نقرأ يعني فقط ملأنا فصلنا الأدابتر والأيتمز هنا، وملأنا المعلومات، أتينا بالمعلومات من خلال فورة عادية هنا، فقط نغير الرقم هنا عن طريق الإي، يعني أن كل الداتا هنا وهمية أو فيك، أوكي؟ فهنا سنقوم الآن بقراءة المعلومات من الفون. أول شيء يجب أن نضعه في ذهننا أن كي تقرأ معلومات من الفون، كي تصل للمعلومات من الفون، يجب أن تطلب البرميشن لهذا، كي تطلب البرميشن من اليوزر. فأول شيء لنطلب البرميشن في قبل فيرجن 5.0 أو لوليبوب في الأندرويد، كنا نطلب البرميشن بهذه الطريقة فقط، نقوم بعمل read external storage مثلا فقط وتنتهي الأمور، وهذا البرميشن سيظهر لليوزر عندما يقوم بتحميل التطبيق من جوجل بلاي، سيقول له أنه هذا التطبيق يقرأ الاكسترنال ستورج أو يقرأ من الميوزك أو الفوتو من الهاتف من هاتفك. لكن من بعد فيرجن 5.0 أو لولي بوب كما قلت لكم، أصبحت يجب أن نطلب البرميشن من هنا من التطبيق بالكود. فهنا سأريكم كيف تقوم بعمل هذا، وطبعا كل هذا الأمساحة كيف يعني عملية ملء الأدابتر بداتا فيك. وهنا سأقوم بعمل if، أو أول شيء ستفقد هل أن البرميشن موجودة، يعني هل أعطيت البرميشن من قبل للتطبيق أو لا. فسأقوم بعمل app compact هنا app compact أوكي، وسنقوم بعمل check maybe app compact activity compact activity compact، ومن بعد سأقوم بعمل check self permission، يعني سأتثبت من البرميشن في هذا الكونتكست. ومن بعد هنا كما قال لي مرر البرميشن التي تريد أن تتفقدها، سأقول له البرميشن موجودة في المانيفيست في permission، هذه نفسها لو لم تحفظوها فهذه permission read internal storage، تناخذ permission هذه وهي read internal storage هذه هنا، وسأظهر سأقوم بتصغير الشاشة قليلا كي تستطيع متابعتي رأيت كل الكود لأن ما زال السطر طويل. فهذه البرميشن تشيك برميشن نوت، يعني هذه برميشن نوت جرانتد، أي لم تعطى من قبل، يعني أن باكيج مانجر برميشن جرانتد، يعني أنها لم تعطى من قبل، فسأطلبها، أي سأعمل ريكويست برميشن، فأعمل اكتيفيتي كومباكت دوت ريكويست permissions، أو يعني request permission أكثر من permission، ممكن تمررها من خلال table of permissions وتعمل request code. أوكي، سأفسر لكم هذا request code هنا. these كالعادة الكونتكست هنا، أي أن هذه الactivities تطلب permission، وهنا كي يمرر table of permissions قم أعمل new string، تعرفون table هو بطريقة هذه، وأنا أردت أن يكون initialized، أي أضع فيه المعلومات من الأول، فأضعه بالطريقة هذه. البرميشن الذي أريد أن أطلبها هي manifest.permission التي قمنا بكتابتها من هنا، يمكن حتى أن تأخذوها copy paste، هذه البرميشن الذي أريد أن أطلبها، وفقط هذا التيبل انتهى هنا. وسأمرر الريكوست كود، لان هنا تعرفون عندما تقوم بفتح اكتيفيتي او فتح يعني في عمل انتاج فتح اكتيفيتي او اي شيء، فتنتظرون النتيجه وتنتظرون استجابه للطلب، مثل هناك انتاج تسمى ستارت اكتيفيتي فور ريزلت، يعني انك تعمل ستارت اكتيفيتي وتنتظر النتيجه. فكي تعرف ان النتيجه التي اتتك والمعلومه التي اتتك هي اتتك من الطلب الذي انت ارسلته، فستقوم بعمل ريكويست كود، هو الذي رقم الطلب. اوكي، فهنا سأقوم بعمل ريكويست كود 99 او اي شيء. اوكي، وهذا الرقم يمكن حتى ان نضعه هنا في كونستانت، يعني مثلا نقوم بعمل private static final string مثلا request permission مثلا. دائما الconventions تكون انك تكتب كل الكلام بال uppercase او capitals، الكابيتالز عندما تكون تشتغل على الانت او الفاينل، يعني هنا وضعنا ليست انت، هنا انت ليست string، هذه الريكوست بيرميشن سنضعه هنا
كي لا نبقى في كل مرة نكتب نتفكر إن كتبنا 99 أو 98 إلى آخره، وكي تكون الأمور منظمة. هذه request permission وال اوكي، هذه request permission good. اوكي، من بعد هذا الطلب، يعني لو كان الطلب ليس granted، أي لم يعطى من قبل، فستطلب permission. اوكي، أو يعني some return لو هناك مشكلة، يعني لا استعمل return، تطلب permission وتعمل return أو حتى يمكن نستغنى عن return. وهذه ال else، ال else هنا، ففي ال else هنا ستقوم بأخذ، لو كانت ال في else يعني you have permission، you have permission to read songs أو to read external storage، to read from external storage. يعني عندك ال permission هنا، ليست عندك ال permission، يعني different، يعني ليست granted. فهنا عندما تكون عندك ال permission فستأخذ، مثلا نقول سأقول عن مثلا method تسمى get songs. سنصنع هذه الميثود، سنعمل كليك يمين أو نصنعها مباشرة، كي لو كنتم غير مرتاحين مع الأشياء التي تصنع تلقائيا بالطريقة هذه. فهنا سأعمل private void و get songs مثلا، وسأضع فيها الكود الذي read. هنا سأعمل read songs from phone. اوكي، فهنا لكن قبل هذا، هنا البرميشن، طلبنا البرميشن واعطيناها الكود، اي لم عندما نطلب منك البرميشن فستعيد لي نتيجة، اي المستعمل يمكن ان لا يوافق، ليس في كل حالة يوافق، فيجب ان نعرف on request result، يعني عندما تأتينا result، يعني لما تأتينا النتيجة ماذا ستفعل؟ سأقوم بعمل كتابة ميثود، اللي هي بل سأعمل override وليس كتاب، لست أصنع في ميثود هنا، أنا عم في override، مثلا يمكن حتى أكتب منها قليلا وسيكمل لي on request permission result، أي عندما تأتينا نتيجة request permission، نتيجة طلب permission، طلب permission يعني طلب الحق دخول او اخذ المعلومات من التطبيق. فهنا سنعمل ما نريد، مثلا سامسح هذا واكتب if request code. اول شيء request code، اي request code الذي ارسلته، هل هذه request permission التي انا ارسلتها او لا. فلو كانت هي سنتثبت الان if هذه شوف هنا قلنا أنا يمكن أن نرسل مجموعة table of permissions والذي هو هنا مثلا، ويمكن أن نرسل table وتأتينا النتيجة على شكل grant results كtable أيضا. فلو أرسلت أكثر من permission، لنقول هنا طلبت هذه وهنا مثلا فاصلة، ومن بعد طلبت أيضا في نفس table في نفس الوقت طلبت permission أخرى للإنترنت مثلا، للتواصل مع الانترنت او قراءة شيء من الانترنت والى اخره، فستأتينا البرميشنز هنا الاثنين، هذا التيبل سيعيد لنا هذا التيبل في الاثنين برميشنز، وسيعيد لنا grant results ايضا ستكون على شكل على اثنين، لان ستكون الان ستكون grant results ستكون في اثنين، ستكون في مثلا الخانة الاولى فيها صفر عندك permission، او الخانة الثانية فيها نقص واحد، اي مع لا تملك لم اعطيك permission، اعطيتك permission لشيء واحد. فنحن في حالة أن لدينا permission واحدة، ال grant result أو ال permission الأولى اللي طلبناها، permission الخاصة بهذه موجودة في ال grant result صفر، لو طلبنا ثانية فستكون في ال grant result واحد. وهنا سنقول if ال permission الذي أتتنا هنا هي ممكن نضع صفر أو واحد، أنا أردنا أن كنا نعرف يعني الرمز الكود الذي موضوع لها، لكن احنا بما شفنا هنا الباكيج مانجر، يمكن نستعمل باكيج مانجر وناخذ منه بطريقة هذه باكيج مانجر دوت بيرميشن جارانتيد. شفتوا هنا البيرميشن جارانتيد اصلا هي فقط هي كونستانت او فاينل انت، يكون صفر ان كانت جرانتيد اي اعطيت البيرميشن، او ماينس واحد او نقص واحد ان كانت دينايد يعني لم اعطيك البيرميشن. فان كانت بيرميشن جرانتيد اي اعطينا البرميشن، فسنقوم بعمل جنت، سنقوم بعمل جيت سونجز نفس الشيء. اوكي، يعني هنا شوف، ركز معي هنا في ماذا يحدث. ان كنت لا املك البرميشن ساطلبها، فعندما اوافق على البرميشن ان كانت موافقه بنعم ساقوم بعمل جيت سونجز. اوكي،
ان كان وهنا get songs وهنا كان وكانت من الاول عندي permission يعني ثاني مره يعني افتح التطبيق وكنت قد اعطيته permission من قبل فساقوم بعمل get songs مباشره لن امر بهذا لاني عندي permission انا في هذه الحاله انا مساوي لجرانتد لست مختلف على جرانتد اوكي فهنا ساقوم مباشره بعمل get songs واتي بالمعلومات من الفون وهنا في حالة أني أعطيت الآن أعطيتك البرميشن فلما عندما تعطيني البرميشن أقوم بقراءة مباشرة المعلومات وهنا الآن سنقوم بقراءة هذا سأرى فقط وقت الفيديو أوكي فالآن سأقوم بقراءة الموجود في الفون أو أقوم بقراءة السونجز الموجودة في الفون إذا سأترك هذا الفيديو كتفسير للبرميشن كيف تطلب برميشن معينة وكيف تتعامل معها عندما أعيد لك البرميشن كي يكون الفيديوهات منفصلة وتكون كل واحدة نافعة لوحدها وسأعود في الفيديو القادم أو الفيديو التالي في كيف نأخذ من الفون المعلومات أو السونجز.